اتفضلي معايا مدام منارة، استأذنك تقومي؟ ادخلي هنا حضرتك، هنا في الجهاز ده. ادخلي هنا. تعافي علي، ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل ولدي. اقفلي حضرتك على نفسك. قوم قوم دوس على الزرار الأحمر اللي عندك ده. أنا واحد. قوم دوس على الزرار. واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله أكبر. ماما ما عندي. ايه يا حبيبي؟ انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما. في يا ايه يا حبيبي؟ مين دي؟ هي دي مامتك، في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها، مش عايزه مش عايزه مش عايزه. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا، وما بتطبخش غير بساره. لا خدي وامشي بيه. يلا مع السلامه يا مدام منار. لا سيبيني. مع السلامه يا مدام منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما امي ايه؟ لا دي مش مامتك، دي مامتي. دي مامت الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيه. مين دي؟ دي مامتك اللي كانت ماشي. قول لي يا احمد، هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجه تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصاره ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ اه. قول لها انا اسف يا ماما. ماشي. على كل حاجه وحشه عملتها. على كل حاجه وحشه عملتها. خلاص انت بتعيط؟ انت طلعت حساس في اخر الفيلم؟ ده انت مفرهدني من الصبح. حضرتك هتدخلي جوه الاله دي؟ دي؟ اه. ايوه جوه. قوم بقى يا عمر ودوس على الزرار. انزل على الزرار الاحمر. ايوه ده، دوس جامد. دوس. ايه ده، انت دوست كم مره؟ انت دوست كم مره؟ خلاص يا لهوي، ده كده شكلها هيتغير خالص. اقعد بقى اما نشوف ايه اللي هيحصل. مش انا قلت لك تدوس مره واحده؟ مش عارفه ادوس. دي كده ممكن تبقى واحدة تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ حد واحدة. اطلعي يا مدام عزيزة. فين ابني؟ كده تغيرني يا عمر؟ الجعتين. الجع تاني ازاي؟ مش هينفع الجع، انت اللي غيرت، انت اللي غيرتلي شكلي. لا اخولي. مش انت اللي دوست على الزرار كتير؟ لا اخولي. مش هينفع اخلق خلاص. لا. طيب انا هحاول اغيرها. خد تعالى تعالى نهو. ايه ماما؟ ايه شفت بقى؟ شفت بقى ماما حبيبتك؟ اللي كان شيماء. قلها قلها شكرا. ايه مبسوط ان ماما رجعت؟ ها؟ ضحكت عليك وعملت فيك مقلب عشان انت كتفتني. انا كمان كتفتك وخدت مامتك منك. ماما كمان. ايه الأوضة دي اسمها ايه؟ Not laughing. Don't laughing يعني مش عايزين نضحك، ماشي؟ اوكي؟ انا هبتدي اكشر وانت تحاولي تعملي لي حاجات بتضحكني. اوكي. لو عملتي لي وشوش وضحكتيني يبقى انت اللي كسبانة، اوكي؟ اوكي. 1 2 3. I shiver ball. انت ضحكتيني. يبقى انت اللي ايه؟ استني استني استني. يلا ايه ابتدي. خلاص خلاص. طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع. طلنا العصير. اوعي تضحكي. ايه اللي ورانا ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه الناس دي كلها جت كده ليه؟ ها؟ ايه بقى؟ كده احنا الاتنين هنقول ستوب للتايم. ستوب. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي الكوبايه بتاعتها اقل. دي كوبايتك ودي كوبايتي. اه طبعا. زي ما انت شايفه كوبايتي انا
نسيت اكتر. يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بجد؟ انا مرة جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي، عايزين اغني لك انا اغنية ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو ايه؟ اوكي ماشي، اغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت 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 تيتو، انت يا بنت ضحكتي خلعتي حكي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. بتحبي السوشي؟ انا مش هاكل سوشي. تعالى يا سوشي. ده جميل جدا. لا ده جميل جدا. تعال خدي حته صغيره حته صغيره حته صغيره. يلا. لا انا عايز حته اصغره. لا هي دي الصغيره، لازم تاكلي من ايدي. افتحي بقك. طب تعالي لازم. هتخسري هتخسري الجايزه. يلا يلا افتحي بقك. يلا. طعمه حلو زي السمك صح؟ شفتي بقى انه حلو؟ انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو ماشي؟ طعمه زي السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي وهشوفك في المرحله الجايه، بس لازم تطلعي تجري بسرعه والا هرشك لو ما جريتيش دلوقتي. اجري يا نوران اجري. انتوا عاملين ايه؟ كويسين. انتوا بتحبوا الضحك؟ ولا بتحبوا تكشروا؟ نضحك. انا بقى عايزاكم هنا تكشروا عشان الاوضه دي اسمها ممنوع الضحك. يعني كده؟ لا نكشر كده. تعرفوا تكشروا؟ وروني كده التكشيره. تعالوا نبتدي باول تحدي. تعرفوا تنفخوا البلالين؟ اه. طيب بص، ده ولا الاحمر؟ احمر. الاحمر. خد الاحمر. لكن اسمع اربطها. مش لازم. لا احنا عايزين ننفخها لحد ما تفرقع، واللي بلنته هتفرقع الاول هو اللي هيكسب. ماشي؟ يلا 1 2 3 ابتدي. مش عارفه اهو. حاولي حاولي. حاول حاول. يلا اسرع. برافو يا ادم. يلا يا مايا ادم هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا. طب انت كملي على دي. خدي كملي على دي. انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين. يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا ادم. يلا 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 ادم. هي اللي كسبت. يلا التحدي الثاني. انت اللي خسرت. يبقى انا وهي هنرش. 1 2 ايه ده؟ الحق اللي وراك ده. ايه ده؟ يلا رشي رشي رشي. يلا التحدي الثاني. مين فيكم بيعرف يعمل وشوش بتضحك؟ انا. انت اللي هتبتدي لانك انت الخسران. خلاص يلا. وبعدين افتح قول 1 2 3 وافتح كده ضحكني. يلا 1 2 3 1 2. انت بقى دورك عشان تحاولي تضحكيني. يلا احنا دلوقتي اجيب لكم انتوا الاثنين عصير وهشوف مين فيكم اللي هيخسر، واللي هيخسر هو اللي هياكل اكتر حاجه بيكرهها. اوكي ماشي. 1 2 3 ابتدي.
استوب، انا اللي كسبت. لا اصل انت زلقت. لا ما زلقتش، استوب. كلنا كوبايتنا كانت قد بعض. استوب كده، انتوا الاثنين خسرتوا. استوب، يبقى انتوا الاثنين هتاكلوا اكتر اكل ما بتحبوهوش. خلاص انتوا الاثنين بقى هتاكلوا دلوقتي. هعمل سباق، اللي هياكل معلقتين اسرع هو اللي هيكسب. يلا 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 بسرعه، يلا. لا حط في المعلقه، انا شايفاك. يلا 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 يلا، اخر مره. طعمها حلوه، حلوه قوي، عجبك يعني؟ حبيت كده. مايا هي اللي اكلت اكتر، يبقى هي اللي كسبت، كسبانه عليه. حاول تقلد لي مايا كده. خلاص ضحكتي. ايوه خلاص، احنا كلنا هنضحك بقى دلوقتي عشان انتوا الاثنين خلاص كسبتوا، وانا هشوفكم في المرحله اللي جايه. اوكي اوكي، باي باي. برافو عليكم، شاطرين. باي. اتفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج؟ بتعاكس بابي يا كوكي، تعالي. اهلا اهدى اهدى. لا لا، هنا هنا، خليك انت هنا عشان اشوف. ماشي، تعالي يا كوكي. اختي على الحلاوة، يا جتول يا جتول. اهدى. ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا ميرسي يا كوكي. ميرسي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد؟ ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله، منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده، مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدقني، يعني يقول لك ايه، لازم يبقى موجب مع سالب، يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا مع السالب مختلف شويه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين. بالظبط اهو، ده كنت راستي بقى. هو ده. كنزي، تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه صح. ايوه. يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش هنسميها ايه؟ مشمشه. مشمشه. مش مشى بنت طنط شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. اه طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات علشان انا وبابا هنتكلم شويه كلام بتاع كبار. اوكي؟ هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعة، الديزيرت، الحاجات البسيطة دي. الخطوبة، الحاجات السهلة. الخطوبة بقى. اه لا انا بحب الجواز على طول، الخطوبة ده للأطفال، انما احنا. ايوه. يلا البسي السماعة. كده حلوة؟ سامعاني يا كنسي؟ خلاص، كنسي راحت مني. هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة، أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنتي سمعاني؟ سمعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بس هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزك تجاوبي، ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الاول، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل، عليك يا جميل، واجابتك زي بابا. اغنيتك المفضله ايه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالي. يا كنزي وكل مالي، حياه قلبي. يا خلاصي، مش انت يا بابا تقولي هابي نيو يير؟ احنا داخلين ايه مع السنه الجديده؟ قوليلي يا حبيبتي اكتر لون بتحبيه؟ بينك.
بينك. يا لهو يا لهو على اللي قال لي احمر يا خراشي. بينك مش احمر. اعمل ايه دلوقتي يا كندي بوبي؟ يعني كل اجاباته غلط، مش عايزه اسال اكتر من كده. انا اجاباتي صح وحافظه. انا عارفه يا حبيبتي، انا عارفه ان كل اجاباتك صح. انا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كندي ان انا هحاول اغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجه. ماشي. اتفضل بقى يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اوكي. عليه وعلى خطوته. اوكي. ده اطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه، انا عارفه الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزر اللي هو الاحمر اخضر. لو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. دوسي عليه. لا انت دوستي على ده، انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق. اقعدي اقعدي ده كده. انت ده اقعدي بصي قدامك، انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص. ربنا يستر ان شاء الله. يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزة حبيبتي. اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتيه يا كنزي. ولبستي الكاب. مش لابس اي. يلا معلش يا كنزي بقى، انت دوستي غلط وغيرتيه. يلا خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. لا باباي. معلش بقى يا كنزي. بابا زي شيماء. بابا اتعاملي معاه بقى، ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض، بس ده هتلاقيه عارف عنك كل الحاجات اكتر من باباكي صدقيني. ايه بتقولي ده؟ يلا مش عارفه. باي باي. اللي فوقك ده جردل فيه ميه بتلج، عايزاك تجاوب معايا كل الاجابات بسرعه وبدون تردد ومن غير تفكير، وما تقولش خالص كلمه معرفش. اوكي؟ علشان انت لو جاوبت غلط الجردل هينزل وممكن يتدلق علينا، لكن لو جاوبت صح الجردل هيطلع لفوق. انت فاهمني يا ياسين؟ يلا نبتدي. طب يلا اسمك ايه؟ ياسين. عندك كام سنه؟ فايف. اسم اخوك؟ عشرين. حساسين؟ عنده كم سنة؟ فايف. باباك اسمه ايه؟ بابي. عنده كم سنة؟ فور. عنده فور؟ اه. بتحب مامتك؟ اه. مامتك اكتر ولا باباك؟ مامتي. مامتك اسمها ايه؟ مامي. عندها كم سنة؟ فايف. طيب قولي بتلعب كرة؟ اه. بتلعب باسكت؟ اه. بتلعب طايرة؟ اه. بتلعب في نخيرك؟ اه. بتلعب مع اصحابك؟ لا. مين بيديك مصروف؟ ميس. الميس بتديك مصروف بتصرف عليك؟ بتديك فلوس قد ايه؟ قول بسرعه الكارت. 300. 300 جنيه عليا بالميس ب 300 جنيه، مين بياخد منك المصروف؟ مام. مامتك بتاخد الفلوس اللي الميس بتديها لك. اللي هو بتديك كام؟ انت متجوز؟ عندك عيال؟ عيال قد ايه؟ اتنين. اسمهم ايه؟ جودي وليلي. جودي وليلي. بتحب مين فيهم اكتر؟ الكارت. جودي. جودي. جودي بتضرب اختها ليه؟ لا. انت بتضرب جودي؟ لا. طب بتضرب اللي؟ لا. طب الحمد لله. اطلع يا جردل الحمد لله جاوب كله صح. ايه اخيرا؟ كانت مرحلة صعبة قوي مش كده؟ كنت بقول لك بسرعة. يا حبيبي. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض السباق اللي بعد كده. يلا مستعد؟ هغميك وهجيب لك بوكس تحاول تعرف ايه اللي موجود جوه الصندوق. حاول تعرف ايه اللي جوه الصندوق. ها يلا عشان الجردل بينزل. ها ايه اللي جوه؟ كلب. لا مش كلب مش كلب. ها يلا الجردل بينزل، حاول تعرف خمن. حرك ايدك شمال ويمين كده. يلا حاول تعرف. حاول ايه؟ قطه. خلي بالك. لا مش قطه. قول. لا ثانيه واحده يا جردل، هو بيجاوب بيجاوب. اطلع يا جردل. اهو الحمد لله. اطلع يا جردل بقى ثانيه. يلا حاول تجاوب بقى. يلا حاول تجاوب عشان ما ينزلش تاني. يلا حاجه بتتاكل واول حرف من اسمها فيه. فقر. انت بتاكل الفقر؟ لا لا حاجه تانية. فيه. ها دجاجه. يلا ياسين. ايه دجاجه؟ برافو يا ياسين برافو. الاجابه صحيحه وهي فعلا دجاجه. شفتها؟
لا مش شايفها. طلعيها كده، طلعيها اهي اهي اهي. ايه رايك؟ هو فين العصافير بتاعتها المولوده؟ هي لا هي مش بتولد عصافير، دي بتولد ديوك. ديوك؟ اه ديك كبير كده. اه تحاول تعرف ايه اللي جوه؟ اللي جوه ايه؟ ها اللي جوه ايه؟ ارنب. برافو عليك يا ياسين، انت بتعرف ازاي؟ انت شاطر قوي. اه عشان بشوفك. لا مش بشوفك طبعا. بتشوفني ازاي؟ مش بشوفك طبعا، انا بشوف الاسود بس. لا انت شفتني. لا والله شفتني. لا والله ما شفتني ياسين. لا استنى عليا. طب نشوف ده. نشوف ده اهو. هنشوف ارنب. ارنب شفت؟ ارنب. هنشوف واحد تاني. اما شوف بقى اللي جاي ده، لو عرفته وانت بصيت ازعل منك. يلا دخل ايدك بسرعه عشان الجردل، الوقت بدا ينفذ مننا. حاول تعرف ايه اللي جوه. ها واحد. سلحفه. برافو معانا ياسين، اشطر طفل بجد، انت فظيع. ها سلحفه. ايه رايك؟ اصبري ما شفتهاش. اهي اهي اهي. حلوه. حلوه. اه هي واحدة؟ لا اتنين. اتنين؟ اه حلوين؟ اه ماشي هجوزك واحدة منهم. ماشي؟ اوكي موافق؟ اه تاخد انهي واحدة؟ سعاد ولا تقى؟ ايه سعاد. احلى من تقى صح؟ اه. ايه احلى حاجة فيها؟ خلي بالك عشان الجردل بينزل. ايه احلى حاجة في سعاد؟ ايه احلى حاجة في سعاد؟ احلى. احلى في ايه؟ احلى السحلفة. ايه احلى حاجة فيها؟ السحلفة. ان هي احلى حاجة فيها ايه؟ بتضحك. بتضحك ازاي؟ وايه تاني؟ بتضحك ازاي تاني؟ وايه كمان؟ لا بتضحك كده. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. بتضحك ازاي؟ قول بتضحك ازاي؟ هي بتمشي بسرعة؟ اه بسرعة. صح؟ سعاد سريعة؟ اه سريعة قوي؟ اه. طيب خلاص اوكي. بصي يا استاذ اشرف، انا عايزة اقول لحضرتك في البداية انه انا بجد اياد ده هو ولد جميل قوي صح؟ من اكتر الناس اللي انت لازم تكون فخور بيها. يعني ما شاء الله الذكاء معدي النسبة الطبيعية لكل الأطفال اللي في سنه. إياد أنا دلوقتي هطلب منك طلب، عايزك تحط السماعات اللي وراك دي تمام وتستمتع بالمزيكا لحد ما أنا هسأل بابا شوية أسئلة وارجع لك. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. عايزة أعرف من حضرتك إيه الأكلة المفضلة عند إياد؟ إياد بيحب اللحوم جدا. طيب وإيه الأكلة اللي إياد ما بيحبهاش؟ الكوسة. طيب وإيه أكتر أغنية بيحبها؟ تقريبا أغنية إنجليش سباسيتو تقريبا. دي سباسيتو وحافظها؟ شوية بيقعد يعني مزهقني في البيت بيها خالص. تمام. طيب احنا دلوقتي هنطلب بقى من إياد، هنصحي إياد. هو نايم. يا إياد. نعم. حبيبي أنا إيه اتكلمت مع باباك وشرحت له كل الحاجات اللي أنت كانت مضايقاك، عشان أنا حسيت إن أنا لسان حالك. أنا قلت لبابا إن أنت بتتعرض لنظرية مؤامرة من كل الناس. صح؟ مش أنت قلت لي كده يا إياد؟ وقلت لي إن السبب الرئيسي في النظرية دي هو باباك. طبعًا فاهم كل حاجة، مش محتاجة أشرح. أنا اكتشفت إن باباك بيحب حد في عيلتكم، أنا مش عارفة هو مين. بس هو وهو بيتكلم كده معايا قال انه بيحب مازن وشايف ان هو اذكى منك. فمش عارفه تفتكر دي برضو من المؤامرات؟ صح. صح. طب انت حاسس ان ايه السبب في كده؟ انت شايف ان مازن فعلا اذكى منك؟ لا يعني انا يعني ذكائي يعني زي ذكائه كده. انتوا الاثنين في نفس المستوى صح؟ طب تفتكر ليه باباك قال كده؟ انا بحبه، هما اولاد خالي. هم اولاد خالك؟ هو ما قاليش مين بصراحه. هم اولاد خالك؟ انت لسه بتحب مازن؟ اه. برغم انك عرفت ان باباك بيقول كده؟ هاي يا حبيبي؟ اه.
طب انت زعلان من باباك؟ لا. عارف انت مش زعلان ليه وبتحبه ليه؟ بتحب مازن ليه؟ عشان انت جميل. وانا هقول لك المفاجأة ان باباك سامع، تحب تقول له ايه يا استاذ اشرف وانت سمعت ابن حضرتك بيتكلم عنك وانتهى النبل والطهر والبراءة؟ عايز اقول له انت حد جميل جدا، و يعني انت يعني الناس كلها بتحبك والعيلة كلها، وعشان كده انت بتحب الناس كلها برضو، محدش بيزعل منك. يعني والله حضرتك هو لو جميل فهو طلع لحضرتك. ميرسي، ربنا يخليك. وانا واخده بالي زي ما قلت حضرتك من بابة الشعر. من بابة الشعر. اياد. على فكره بابا امور قوي، عرفت انت طالع لمين؟ انتوا مروحين على طول؟ لا انا قاعد شويه. لو تحبوا تيجوا تتعشوا الروف عندي يكلم. يعني تحب حضرتك يا استاذ اشرف؟ مفيش مشكله. بجد؟ اه طبعا. خلاص يبقى روح بقى اياد مع ماما. مفيش مشكله. مفيش مشكله. ديدو انت ايه؟ انا بقول احنا ما نقولش لماما عشان ما تزعلش، صح؟ ولا ايه رايك؟ ما نقولهاش. حبيب بابا. يعني هتخبي على ماما؟ عشان تطبخها معانا صح؟ عشان نتعشى معاها. حاسس احنا هنشيل لك اللحمة. انا حاسس في حاجه هتتفجر النهارده. حاجه هتتفجر؟ اه. انت اللي قلت لي ان ماما بتحدف على الطاير صح؟ الشحن ما تقلقش يا استاذ، ما حكاش حاجه والله. الولد كان كتوم جدا، كل اسراركم محفوظه الحمد لله. موبايل انا بس و90 مليون ان شاء الله اللحمة. ها؟ اياد نعم. انا مش هقول لبابا انك قلت لي ان ماما ايديها طويله، وانا هاخده ان شاء الله هعالجه النهارده وهخففه خالص. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. بص يا حبيبي، انا سالت باباك ايه اكتر اكله بتحبها؟ قال لي انك بتحب الكوسه، هل ده صح؟ لا. شكرا. سالت باباك ايه اكتر اكله ما بتحبهاش؟ قال لي الفراخ، هل ده صح؟ إيه لا. شكرا. قلت له ايه اكتر حاجه اياد ممكن لو شافها قدامه يكسرها؟ قال لي الكمبيوتر، هل ده صح؟ لا. شكرا. سالت باباك ايه اكتر لون بتحبه؟ قال لي هو كاره لكل الالوان، الولد لو شاف الوان غير الاسود والزيتي بيتعصب، هل ده حقيقي؟ غلط. ليه كده يا استاذ اشرف؟ يا خبر، هو الولد ناقص؟ مش كفايه المؤامرات اللي انتوا عاملينها عليه؟ معلش كده انتوا جاوبتوا 2 من 22، يعني باباك عارف عنك حاجتين، 22 عارفهم عنك غلط. فيا ريت نحاول نقعد مع بعض ونقضي مع بعض وقت اطول عشان العلاقه تتطور ما بيننا كاي اب طبيعي وابن. تمام؟ ماشي يا اياد، يلا حبيبي روح بقى لماما، سلم على بابا وبوسه. بوسه بقى، بوسه. قول ربنا يوفقك يا بابا النهارده. اتعشى بقى لوحدي بقى. ماشي. باي باي يا حبيبي، تعال هتبوس. خد بابا في ايدك عشان هو مش تيبي. باي باي.